عالم جديد يمكنك من خلاله الذهاب إلى مكتبك في العمل دون مغادرة المنزل، أو يمكنك السفر إلى دولة أخرى دون الحاجة لتذكرة طيران. لكن هذا فقط شيء بسيط للغاية مما سيمكنك فعله في العالم الجديد الذي سيقضي على الإنترنت. ليس هذا فقط، بل سيقضي أيضا على العالم كما نعرفه اليوم، ويدخلنا لعالم مغاير تماما، إنه عالم الميتافيرس. إذا شاهدت يوما فيلما من نوع الخيال العلمي يصور فيه الكاتب عالما جديدا يندمج به العالم الافتراضي والخيال مع الحقيقة، فأنت قريب جدا من أن تعيش ذلك الفيلم بنفسك وتكون أنت البطل فيه أيضا. فقد طلع علينا مؤخرا مارك زوكربيرغ مؤسس شركة فيسبوك ليحدثنا عن مصطلح حتى وقت قريب كان غير معروف بين عامة الناس، ولا يتم تداوله إلا في كواليس الدول الكبرى وشركات التقنية العملاقة. إنه مصطلح الميتافيرس، والذي يعبر عن العالم الجديد الذي يتم تصنيعه هذه الأيام. هذا العالم الذي سيجمع بين الواقع والخيال، حيث سيجعلنا نودع الإنترنت كما نعرفه اليوم، لكن سنودع معه عالمنا أيضا كما نعرفه اليوم. مارك زوكربيرغ وهو يشرح لنا المصطلح الجديد أو العالم الجديد قال أنه عبارة عن بيئة افتراضية جديدة، والتي ستمكنك هذه المرة ليس فقط من مشاهدة الأشخاص أو الأماكن عبر شاشة صغيرة، بل سيمكنك التواجد مع أولئك الأشخاص أو في ذلك المكان في بيئة رقمية ومجتمع رقمي، مضيفا أنه يمكنك اعتبار الميتافيرس إنترنت متجسد تتواجد به فعليا بدلا من مجرد النظر إليه كما يحدث اليوم. وهذا لا يعني إلا شيئا واحدا فقط، هو أننا سنكون أمام عالم واحد جديد يجمع بين الواقع الذي نعيشه وعالم افتراضي رقمي سنعيشه أيضا. إذا ظننت أن شركة فيسبوك وحدها من تعمل لأجل هذا العالم الجديد فأنت مخطئ، فجميع شركات التقنية العملاقة تعمل على هذا المشروع الضخم. فبالإضافة إلى فيسبوك التي أعلنت مؤخراً عن توظيف 10,000 شخص غالبيتهم من الدول الأوروبية لتطوير العالم الجديد، فقد تحدث عن هذا الموضوع أيضاً ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، والذي قال أن الشركة قد أحدثت قسماً جديداً متخصصاً بالميتافيرس، حيث أطلقت مايكروسوفت على تلك الإدارة اسم مشروع ميتافيرس. كذلك تيم سويني رئيس شركة اي بي جيمز المنتجة للعبة فورتنايت عبر عن رغبته الكبيرة في تطوير هذه التقنية الجديدة. أيضا شركة انفيديا لتصميم الجرافيكس وكثير من الشركات التكنولوجية الكبرى، مما يعني أن المشروع قد تم تطبيقه فعلا، وما يحصل الآن هو عبارة عن تطوير له وتجهيز لعامة الناس. ومؤخرا بدأت شركة فيسبوك التي يبدو أنها تقود هذا المشروع بدأت بأولى التجارب الفعلية في هذا المجال، وذلك بإطلاق ما عرف بغرف عمل هورايزن، والتي يمكن للموظفين من خلالها الدخول إلى مكتب عمل افتراضي باستخدام شخصية وهمية خاصة بكل موظف. وفي تلك الغرف الافتراضية ستتمكن من رؤية حاسوبك وزملائك في العمل، كما ستتمكن من التفاعل معهم وتبادل الأفكار بشكل مباشر كما لو أنك متواجد بغرفة عمل حقيقية. وبهذا تكون فيسبوك قد أعطت الانطلاقة الفعلية لأولى تجارب الميتافيرس. إذا كنت تظن أن عالم الميتافيرس سيمكنك فقط من زيارة الأصدقاء واللعب معهم أو حتى الاحتفال معهم في نفس الغرفة الافتراضية، وذلك من خلال نظارات افتراضية مثل التي بدأت فيسبوك بتسويقها مؤخرا، فأنت لم تستطع إلى حدود الآن استيعاب المشروع الجديد. فأهداف هذا المشروع أكبر من ذلك بكثير، وستبدأ بالظهور تباعا مع مرور الوقت،
حيث سيصبح بإمكان طبيب في لندن مثلاً القيام بعملية جراحية دقيقة لمريض في جنوب أفريقيا، كما أن الاتصالات الهاتفية وغيرها ستقوم بإجرائها من خلال شريحة مزروعة في جسدك، وبنفس تلك الشريحة سيمكنك دفع ثمن البنزين لسيارتك أيضاً، بل ستعمل تلك الشريحة في السنوات القادمة على قراءة أفكارك والبحث في جوجل دون أن تدخل عليه أصلاً، أو ربما قد تتلقى على نفس الشريحة لقاح الفيروس الجديد الذي سيضرب العالم. إذن فلنقل مرحباً بعالم الميتافيرس ووداعاً للحرية والخصوصية. إذا أعجبتك هذه الحلقة فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، وأيضاً لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تتوصل بإشعارات الحلقات القادمة. كان معكم محمد من قناة مجال، دمتم بألف خير والسلام عليكم.